لدي بحث عن الديناصورات ولكنني لا أجد المعلومات. هذا صعب جدا. قدمت بحثي البارحة وقد كتبت فيه أن الديناصورات مخيفة وكبيرة، لكن أستاذتي لم توافق عليه، فقد قالت إن المعلومات فيه غير دقيقة وأن علي أن أعيد إنجازه، وأنا الآن أبحث في كل الكتب ولا أجد شيئا. هل تعرفون طريقة أسرع لإيجاد المعلومات؟ تذكرت الإنترنت، سأستخدم الإنترنت. ما هذا؟ ما هذا؟ ضخم كبير ومخيف، إنه غني عن التعريف. ما هذا؟ ما هذا؟ ما أكبره؟ ما أطوله؟ اهربوا لا تبقوا أمامه. ما أسرعه هذا الديناصور فابتعدوا. ما أضخمه ما أسرعه هذا الديناصور فابتعدوا. لا يخاف شيئا، لا يهاب خطرا، يحارب الكل وينتصر، يواجه الحيوانات، يفوز على المئات، لكن أمام الطبيعة ينقرض. هادي والديناصورات. تفاجأ هادي من خبر قرأه على موقع إلكتروني يقول إن العلماء اكتشفوا أن أطول ديناصور وجد على الأرض قد يصل طوله إلى 40 مترا تقريبا، أي ما يعادل طول 4 سيارات من سيارات الإطفاء. وفجأة شعر هادي بضرورة معرفة المزيد، فانتظر عودة والده من العمل وبدأ يسأله: ما هو الديناصور؟ هل هو حقيقي فعلاً؟ كيف يمكنه أن يكون بطول 4 سيارات إطفاء مجتمعة؟ هل هو خطير؟ أين هو الآن؟ كم ديناصوراً يوجد على الأرض؟ هل يستطيع أن يأكل الناس؟ ولم يتوقف هادي عن الأسئلة حتى أوقفه والده وقال: هدأ عزيزي هدأ، الديناصورات لم تعد موجودة على الأرض، لقد انقرضت منذ ملايين السنين، ويقال إن ذلك حصل بسبب التغيرات التي واجهتها الأرض. يؤكد بعض العلماء وجود أكثر من 700 نوع من الديناصورات المختلفة من حيث الطول والحجم والشكل واللون والطبيعة. ومن المهم أن تعلم أن الديناصورات لم تكن كلها من آكلات اللحوم، فبعضها نباتي لا يأكل سوى النباتات. ولكن معك حق، بعضها طويل جدا وضخم، وقد وصل وزن أضخمها بحسب بعض العلماء إلى 77 طنا، وهو ما يعادل وزن 14 فيلا إفريقيا. دعنا نبحث عن معلومات أكثر على الإنترنت الآن. عما يتحدث المقطع المصور؟ عن هادي الصبي الصغير الذي تفاجأ بخبر عن الديناصورات فجذبه الموضوع وراح يسأل والده عنه. دعونا نقرأ النص معا. تفاجأ هادي من خبر قرأه على موقع إلكتروني يقول إن العلماء اكتشفوا أن أطول ديناصور وجد على الأرض قد يصل طوله إلى 40 مترا تقريبا، أي ما يعادل طول 4 سيارات من سيارات الإطفاء. وفجأة شعر هادي بضرورة معرفة المزيد، فانتظر عودة والده من العمل وبدأ يسأله: ما هو الديناصور؟ هل هو حقيقي فعلا؟ كيف يمكنه أن يكون بطول 4 سيارات إطفاء مجتمعة؟ هل هو خطير؟ أين هو الآن؟ كم ديناصورا يوجد على الأرض؟ هل يستطيع أن يأكل الناس؟ ولم يتوقف هادي عن الأسئلة حتى أوقفه والده وقال: اهدأ عزيزي اهدأ، الديناصورات لم تعد موجودة على الأرض، لقد انقرضت منذ ملايين السنين، ويقال إن ذلك حصل بسبب التغيرات التي واجهتها الأرض. يؤكد بعض العلماء وجود أكثر من 700 نوع من الديناصورات المختلفة من حيث الطول والحجم والشكل واللون والطبيعة. ومن المهم أن تعلم
أن الديناصورات لم تكن كلها من أكلات اللحوم، فبعضها نباتي لا يأكل سوى النباتات، ولكن معك حق، بعضها طويل جدا وضخم، وقد يصل وزن أضخمها بحسب بعض العلماء إلى 77 طنا، وهو ما يعادل وزن 14 فيلا إفريقيا. دعنا نبحث عن معلومات أكثر على الإنترنت الآن. أعزائي، في هذا النص جزء يخبرنا ما الذي حصل مع هادي ولماذا أراد أن يعرف المزيد عن الديناصورات، ولكنه أيضا يقدم لنا معلومات عديدة عن حيوان معين. ما هو هذا الحيوان؟ إنه الديناصور. إذن هذا النص معلوماتي لأنه يقدم معلومات عديدة ومهمة عن الديناصورات. طبعا إن معلومات كهذه تتغير بحسب العلماء وتتطور مع كل اكتشاف جديد. دعونا الآن نجمع الكلمات الدالة على الديناصورات من النص. أطول ديناصور، طويل جداً، انقرضت 40 متراً، أكثر من 700 نوع، الطول، ضخم، الشكل، اللون، بعضها نباتي، الحجم 77 طناً، وزن أضخمها وأكلات اللحوم. إذن في النص المعلوماتي نستطيع أن نجد مجموعة من الكلمات تتمحور حول موضوع واحد، وهو الذي نقدم المعلومات عنه، وهنا هذا الموضوع هو الديناصورات. كذلك نجد عددا من المعلومات، وهذه المعلومات تشكل الأفكار الرئيسة للنص، وغالبا نستخدم فيها الأرقام، وذلك يدل على صدق المعلومة كتحديد النص لفكرة أن أطول الديناصورات المكتشفة حتى الآن يصل طوله إلى 40 متراً، وهو ما يعادل طول 4 سيارات إطفاء. كذلك حدد النص أن الديناصورات انقرضت منذ ملايين السنين، أي لم تعد موجودة، وذلك بسبب التغيرات التي تعرضت لها الأرض. وحدد لنا أن العلماء اكتشفوا أكثر من 700 نوع من الديناصورات المختلفة من حيث الطول والحجم والشكل واللون والطبيعة، انظروا إليها إنها كثيرة جدا. وقد حدد النص أيضا أن بعض الديناصورات من أكلات اللحوم وبعضها نباتي. أما المعلومة الأخيرة التي قدمها لنا النص فهي أن بعض الديناصورات طويل جدا وضخم، وقد وصل وزن أضخمها إلى 77 طناً، وهو ما يعادل وزن 14 فيلاً إفريقياً. نلاحظ إذن وجود أرقام وقياسات دقيقة، وهي من خصائص النص المعلوماتي. ولكن أكثر الأمور التي تميز النص المعلوماتي هو الموضوعية في نقل المعلومات. فلم يقل الوالد في حديثه أنا أخاف من الديناصورات أو أنا أحبها كثيراً، بل نقل المعلومات كما قالها العلماء من دون إظهار مشاعره الشخصية وأفكاره. من خلال ما ورد في النص، كيف أراد الوالد أن يبحث عن معلومات جديدة عن الديناصورات؟ من خلال الإنترنت، وهي وسيلة سهلة جدا لمعرفة المعلومات، ولكن طبعا علينا التأكد من مصداقية المواقع التي نأخذ معلوماتنا منها. والآن أعزائي، أصبح بإمكانكم أن تبحثوا عن المعلومات التي تريدونها عن أي موضوع تختارونه وأن تؤلفوا نصاً معلوماتياً. لا تنسوا استخدام الكلمات المناسبة المرتبطة بالموضوع وتحديد المعلومات بدقة وموضوعية. أراكم لاحقاً. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 7+.